طبعا اول شيء احب اشكر سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على التنظيم صراحه الاكثر من روعه. يعني الحمد لله رب العالمين، نحن هنا جميع الدوائر يعني كأننا عائله واحده، تجمعنا ولعبنا يعني، والحمد لله. طبعا هاي رياضه البولينج في تنميه مستمره. طبعا مجلس دبي الرياضي له دور كبير كثير في جميع الفعاليات والرياضات في اماره دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم كان له دور كبير جدا في ادخال رياضات عده في دبي، ومن ابرزها بطوله البولينج وبطوله الرياضات زي سبارتان وبطولات كثير احنا شاركنا فيها بسبب مجلس دبي الرياضي، ونشكر سمو الشيخ حمدان على هذا الدعم لجميع الرياضات في دبي. والله هو دور كتير فاعل ومهم وكتير منيح انه ناس مثلنا يعني مشغولين بعمل مكتبي مستمر، ويمكن اوقات ما يكون عندهم وقت لاي نشاط رياضي، انه يكون في هيك مساهمة رياضية وهيك تذكير لنا باهمية الرياضة، كتير هذا دور مهم وفاعل بحياتنا.